أمين عام مجلس حكماء المسلمين الدكتور علي النعيمي بينضم لنا على التليفون. دكتور برحب بحضرتك. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. دكتور يعني تفاصيل أكتر عن مجريات هذا المؤتمر المهم وما خلصتم إليه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني هذا المؤتمر يأتي جزء من سلسلة من مبادرات الحوار اللي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، واللي حقيقة تبني نجاحات تراكمية نحن نلمس آثارها في منطقتنا وفي العالم أيضا. هذا اللقاء تم الآن مع الكنيسة الإنجليكانية بحضور كبير الأساقفة، رئيس الكنيسة، ووفد كبير من يمثل هذه الكنيسة في مختلف بقاع الأرض، وأيضا من الجانب الإسلامي حضر أعضاء مجلس الحكماء وبعض شيوخ الأزهر الشريف ونخبة من المفكرين والكتاب والمثقفين المهتمين بهذه القضايا. الحقيقة الجلسات تسير يعني بطريقة تثلج الصدر وتفرح، وأنا سأذكر لك نموذج. الآن أنا خرجت من الجلسة كان فيها يقدم أحد الأخوة الأقباط يقدم نموذج بيت العائلة في مصر كنموذج ليس للتعايش وإنما للتكامل وللمواطنة الحقيقية في مصر بين المسلمين والأقباط. وأقول لك يعني أذلج صدورنا عندما تكلم وقال أن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب لا يمثل المسلمين إنما يمثل المسلمين والأقباط ويمثل كل مصري، ونحن نفتخر ونعتز بكل ما يقوم به من مبادرات تجمع الناس وتعزز التسامح والعيش المشترك. تعرف مثل هذا الخطاب لما يخرج من تجربة مصرية حقيقية انبثقت من خلال بيت العائلة ويتحدث طرف غير مسلم شريك فيها ويؤكد على الدور الريادي لفضيلة الإمام الأكبر، تدرك أنك أنت يعني تسير في الطريق الصحيح وأن العمل الجاد أصبح يثمر في الواقع وليس من خلال بيانات وأحاديث عامة. هذا الملتقى اليوم سيستمر، عندنا جلسات أيضا في الغد. تم عرض اليوم أيضا استراتيجية التسامح في دولة الإمارات واللي هي أصبحت يعني خصصت لها وزارة للتسامح، وأيضا الآن كل الجهات الحكومية، جمعيات النفع العام، المؤسسات مختلفة سواء حكومية أو قطاع خاص تتبنى في مشاريعها ومبادراتها شيء يتعلق بالتسامح، وتبرز التسامح كقيمة أساسية من القيم الإنسانية التي يجب أن لا تكون فقط في الدولة في الوطن وإنما أيضا أن تكون ممارسة في كل مؤسسة سواء كانت مؤسسة تعليمية أو تجارية أو غيرها. ممتاز دكتور، يعني عندي سؤال واضح الحقيقة. التقدم وهو جاء على لسان شيخ الأزهر الشريف، التقدم الرهيب في العلم وفي التكنولوجيا وفي المعرفة لم يكن له حتى اللحظة تقدم موازي له في القيم والأخلاق. كيف يمكن أن نرتفع بالقيم والأخلاق لتتوازى مع التقدم التكنولوجي الهائل حاليا؟ هنا الحقيقة يأتي يعني دور أصحاب القرار والقيادات سواء كانت قيادات دينية، قيادات إعلامية، قيادات تربوية، قيادات اجتماعية. يجب أن تدرك حقيقة أن كلام فضيلة الإمام الأكبر دقيق وصحيح، وأن هذا التقدم الهائل التكنولوجي جوانب الإيجابية عديدة، لكن لما افتقد الجوانب الأخلاقية بدت بيننا مشكلات، بدت بيننا بعضنا يقصي البعض الآخر، بعضنا يتسبب في الإضرار بالآخر، في تهميش الآخر، في إثارة نوازع الكراهية والتفرقة بيننا، لأن افتقد القيم الأخلاقية اللي تعزز هذا التقدم التكنولوجي بتكامل إنساني يجعله في خدمة هذا الإنسان. ولذلك يعني الحقيقة لما تحدث فضيلة الإمام الأكبر بهذا أيضا كبير الأساقفة أكد على هذا لاحقا وقال هذا ما يجب أن نحن نسعى له الآن، أن نحن الجميع أصحاب القرار والمؤثرين في مجتمعاتنا سواء كانوا قادة سياسيين أو قادة دينيين أو تربويين أو إعلاميين أو اجتماعيين أو النخب الفكرية والمثقفة، يجب أن تسعى لترسيخ القيم الأخلاقية اللي تعزز وحدة المجتمع، تناغم بين مؤسساته وأفراده، انسجام اجتماعي ووطني،
والتزام أخلاقي يجعل توظيف التقنية في خدمة الإنسان. الفقر والغنى لهم علاقة بارتفاع وانخفاض القيم والأخلاق؟ الفقر والغنى الحقيقة يعني الفقر أحيانا يدفع إلى ممارسات غير أخلاقية، لكن هنا يأتي دور الأسرة، يأتي دور المؤسسات التربوية في المؤسسات الاجتماعية في رعاية قيم أخلاقية تحفظ الفقراء من الانزلاق بسبب الحاجة إلى أمور غير أخلاقية. تمام، بشكر حضرتك، بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي النعيمي أمين عام مجلس حكماء المسلمين.